كيفية وضع معايير لارتفاع الرسوم، وهذا شيء مهم، لأن بعض المدارس تفاجأ السنة هذه مبلغ مثلا نقول 1000، السنة الجاية 1400، 1300، اللي بعده 1700، 1800. فهذا الأمر مو طبيعي. دكتور هيثم الأثري أفادنا بأن هناك معايير راح تنم كل على حدة، لأن المدارس معاييرها ليست واحدة، المدارس بعضها مؤجر من شركات ومؤسسات وهذا عليه كلفة مالية، بعضهم مأخوذ من أملاك الدولة وهذا عليه نسبة معينة، بعضهم مأخذة من وزارة التربية مصمم على أنه مدرسة وموجودة فيه مرافق التعليم ما يكلف عليه. فلذلك هناك كذلك نوع من المجالات المختلفة، هناك ثنائية اللغة، هناك مدارس إنجليزية. فلذلك وضعوا عدة معايير وهم لحد الآن لم يتخذوا فيها القرار النهائي، لكن أنا أعتقد أنها تنم عن جهد مبذول كي يصلوا إلى حل في مثل هذه المدارس. إيقاف الماجستير والدكتوراه من قبل وزارة التربية، راح نطلب الإحالة بالمجلس، لأن إذا ما حلت الآن مبدئيا، كلمنا وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري وأفادنا بأن الإيقاف هذا المقصد منه مراجعة التخصصات اللي نحتاجها واللي ما نحتاجها، بعدها راح نفتح للي نحتاجه ونقول حق اللي ما نحتاجه ترى احنا ما نحتاجك.